الحضور في ليبسي اليوم هو من أجل التكريم ومن أجل جائزة ديال أحد أبرز نجوم الشهر الكريم عن شخصية داركو، فأنا جيت سعيد أنني نكون حاضر في التتويج وهذا التكريم، وهذا الحمد لله مفخرة لي واعتزاز، وفي نفس الوقت هو تكليف. دور ديال شخصية داركو في جوجو، أنا جيت سعيد الحمد لله لأن لقيت واحد الصدى طيب، لأنه باش تلقى المكانة ديالك وسط ترسانة ديال النجوم اللي كانت في السلسلة، هذا الحمد لله شيء جميل. أنا بعد غياب طويل على مجال التمثيل قررت العودة في هذه السنة دي 2023-24، فما كانت سهلة، فيمكن نقول لك أنا الحمد لله جيت سعيد بالأداء ديال شخصية داركو وبردود الفعل ديال الجمهور. تعاطي المخدرات هي واحد الآفة خطيرة جدا في المجتمع المغربي اللي كيستغلوها شخصيات داركو للأسف المندسة في المجتمعات في العالم. فالفو فيغ اتونسيون، نحضي ولادنا، نقري ولادنا، نرافق ولادنا، ماشي غير حنا، حتى المدرسة عندها دور مهم في هذه المسألة هذه، خاصة أنها ترافقهم وتحضيهم باش ما يكونوش ضحية ديال سموم ديال شخصية داركو. شكرا لك. توجت أبوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.